كرم مركز الشارقة لريادة الأعمال شراع الفرق الثلاث الفائزة بهاكاثون رواد المستقبل الذي نظم بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ومجالس شباب الشارقة بمشاركة أكثر من 500 متسابق، نجح 100 منهم في الوصول إلى المنافسات النهائية. فهم التحديات والتفكير في إيجاد الحلول الممكنة لها عبر مشاريع تحدث أثراً في الحياة، هدف يرتكز عليه برنامج هاكاثون رواد المستقبل، المنصة الحاضنة لطلاب الجامعات في الإمارات والرامية لاستكشاف المواهب الشبابية وتعزيز قدراتهم في تطوير وتصميم منتجات وخدمات مبتكرة قائمة على التكنولوجيا الحديثة. بلغ عدد المتقدمين في الهاكاثون رواد المستقبل أكثر من 500 متقدم من الطلبة والخريجين الجدد، وتم اختيار 120 منهم للمشاركة في رحلة الهاكاثون والتي امتدت على مدار 3 أيام. واكتسب المشاركون خلال البرنامج مهارات جديدة وعملوا على بناء حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات وتعالج التحديات في مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم والزراعة. أهمية هذه المشاريع تأتي من ناحية أن الشباب اليوم يحتاجون جهات تحتضن أفكارهم، تحتضن التحديات اللي تواجههم، فبالتالي لما يكون مكان اليوم يحتضن الشباب ستكون هذه الأفكار في أماكنها المناسبة، سيتم تطبيق هذه الأفكار بالطريقة الصحيحة بما يتوجه مع أفكارهم ومستقبلهم بإذن الله. لذلك شراع هي المكان المناسب لاحتضان أفكار الشباب في إمارة الشارقة. مشاريع المشاركين أظهرت قدرات كبيرة على استيعاب المشكلات، حيث عملوا على إيجاد حلول عملية لها تسمح بتحويل الأفكار إلى مشاريع قائمة ذات قيمة عالية. مشروعنا عبارة عن استخدام ماتيريال أو نوع معين من الطرود اللي نوصلها حق الكاستمرز أو الزبائن، فنحن هدفنا أن في الإمارات مش ما في استخدام حق طرود يستطعنا يتم إعادة استخدامها مرة ومرتين إلى 100 مرة نقدر نستخدمها، فبهالطريقة نحافظ على البيئة. برنامج مميز صراحة، يجمع كل الطلبة من مختلف الجامعات والتخصصات. طبعا الفائدة كبيرة أن كل شخص عنده تخصص وحياة ثانية مختلفة عن باقي الأشخاص، فاكتسبت وايد خبرات، وايد معلومات، أفكار جديدة. مشروعنا عبارة عن تتابع إسعاف النخيل بحيث أنه ما يروح لمكب النفايات ويتم إعادة تدويره إلى أكياس وشنط. هكذا رواد المستقبل، فرصة للإلهام وتطوير وتثقيف المهارات الريادية لدى الشباب ودعم أفكارهم وتحويلها إلى شركات ناشئة على أرض الواقع، وبالتالي إحداث التأثير والتغيير الإيجابي في قطاع ريادة الأعمال في الدولة والمنطقة بشكل عام.